خير يا نعناع، في ايه قلقتيني؟ خير يا اخويا، في ايه قلقان كده ليه؟ هو انا جايبك عشان اخطفك؟ انت هتقولي لي طالما المشوار بعيد عن الكشك بتاعك يبقى ما فيهوش خير ابدا. بطل رغي كده وركز معايا. بقول لك ايه يا تيتا، هي امك الله يرحمها لما ماتت كان عندك كام سنه؟ نعم. اشمعنى؟ انت هتخش لي قافيه؟ ما ترد. 5 سنين ليه؟ انا كده فهمت بقى، يبقى انت نفسك في حنان الام. امي ايه واب ايه؟ انا على راي المثل، الواد من همه جوزوه واحده قد امه. يا استاذه نعناع الجخي اهدي بس، هي مين اللي هتجوزها ومين اللي قد امي؟ انت هتستعبط يا معفن يا قليل الاصل، لولا الرقاصه بتاعتك اللي بعت اصحابك واختي فل علشانها. انا اتجوز لولا؟ هو مين العبيط اللي مفهمك الكلام ده؟ هي بنفسها. وانت شفتيها فين؟ يا ريتني انا اللي كنت شفتها، كنت كلتها. حسرت قلبي عليكي يا اختي يا فله، هي اللي راحت لها عشان ترجعك. هي لولا قالت لفله ان انا هتجوزها؟ شوف قال يعني مش عارف، وقالت لها انه كاتب كتابكم النهارده الليله. الليله الحنة، انا هعرف اتصرف. طب بقول لك ايه يا اخويا، انا هسيبك دلوقتي عشان تشوف هتعمل ايه مع ماما لولا. سلمني على ماما. ده انا هسلم لك عليها قوي. انت فين يا لولا؟ خير يا حياتي. انت قلت الفله ان انا هتجوزك؟ انت شفتها؟ انت قلت الفله ان انا هتجوزك؟ انا قلت لها على اللي بتمنيه. تتمني ايه؟ انا عمري وعدتك بحاجه، عمري قلت لك بحبك حتى. خلاص يا تيتا، انا عارفه انك ما حبيتنيش ولا هتحبني كده، احنا قلوبنا مش بايدينا. انا طول عمري بعاملك برجوله، بس اديكي قلتيها، قلوبنا مش بايدينا. انت طلعتني مش كويس قدامها. انت هتعملي فيها ضحيه؟ ما انت بعت اصحابها، ولا كمان انا السبب؟ لا عندك حق، بس انا لما جيت اشتغل معاكي طول الوقت اصحابي في دماغي وحبيبتي في قلبي. ما شاء الله عليكي، ضيعت كل حاجه، خسرتني كل الناس. لا يا تيتا ما خسرتش، الظاهر انا اللي نسيت نفسي، افتكرت الدنيا هتديني حبيب. روح لاصحابك يا تيتا وحبيبتك، هما هيسامحوك وانا كمان هسامحك. ما تعطيش يا لولا، دي دموع تمساح، دمرتيني. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.